السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف برهامي يعلق بعد الفوز المحقق أمام بوليفيا. أتمنى من إخواني وأخواتي أعزائي الكرام وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لمتابعتكم معي ودعمكم لي بهذه القناة. عبر الدولي الجزائري ياسين برهامي عن سعادته بالفوز المحقق وديا أمام منتخب بوليفيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، وقال قائد الخضر في مباراة بوليفيا: لقد كان من الضروري الفوز في أول مباراة أمام جمهورنا، أنا سعيد بعودتي إلى المنتخب الجزائري وجاهزون لقادم المواعيد. وأضاف برهامي الذي تألق بشكل لافت في المباراة: نملك مجموعة رائعة ولاعبين موهوبين محفزين، وأتمنى أن نواصل على نفس المنوال. وتابع: كان ينقصنا بعض الانسجام بالنظر لتواجد لاعبين جدد وعدم تعودنا على اللعب معا، وسنعمل على تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة في الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا. وختم برهامي: اشتقت كثيرا لجماهير المنتخب الوطني وأشكرهم على مساندتهم لنا طيلة المباراة. وسجل برهامي عودة موفقة إلى صفوف الخضر وبصم على أداء في المستوى، ما جعل الجماهير الحاضرة في مدرجات نيلسون مانديلا تتجاوب في كل مرة مع لقطاته الفنية وتوغلاته التي اشتاق لها أنصار الخضر أخيرا. في إحدى التعليقات يقول: ياسين برهامي يحتفل مع الجماهير الجزائرية بعد الفوز على بوليفيا حاملا العلم الفلسطيني. ما رأيكم أنتم؟ أنتظر رغم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، وشكرا للجميع.